الرجال عايزه ايه؟ الراجل عايز ما يبعدش عن ولاده حتى لو طلق مراته، عشان في كتير من الستات بعد الطلاق بتخفي ولادها وبتنسى كل لحظة حلوة كانت بينها وبين الراجل اللي كان في يوم حبيبها، وبيتحول لواحد من الأعداء وكل هدفها بقى تنتقم منه وبس. المفروض ان انت تنسي مشاكلك الشخصية وتشوفي ولادك محتاجين ايه. دلوقتي هنشوف الرجال عايزة ايه مع المتحدث التحفيزي أحمد الفاتح. أهلا يا أحمد. أهلا بك يا رندا، نورتني. ربنا يخليكي، شكرا. قولي، الستات بتخبي ولادها ليه بعد الطلاق؟ يا نهار أبيض، أسئلة صعبة كده من أولها. أهم طيب. سؤال هو بنسبة كبيرة أو بنسبة تفوق 90% بسبب المكيدة. أنا عايز أنتقم منك. هنتقم منك إزاي غير في الحاجة اللي توجعك ونقطة ضعف أي راجل، أي راجل بالذات ولاده عياله. فإيه اللي يخلينا ننتقم؟ هي عيالك. هطلع عينك عشان تسمع صوت حد فيهم. طب الستات اللي بتتكلم من المنظور ده ساعات بتقول لا أنا بعمل كده عشان مصلحة ولادي، لما تيجي تناقشها تقول لها أنت بتحاربي الولاد، بتحاربي الأب بأولاده، تقول لك لا أنا بحميهم. طيب بحميهم عشان الأب لأسباب كتير، أنا بحميهم عشان الأب بيشحنهم ضدي، أنا بحميهم عشان الأهل برضو بيشحنوهم ضدي، أنا بحميهم لو الأب متجوز ومش عاوزاه يتعاملوا وحش من مرات أبوهم. كل الأسباب اللي الأم بتقولها دي في الحالة دي بتبقى كذب، والحقيقة هينتقم. هي أنا مش عايز أظلم برضو الستات في الحتة ديت، هي بترجع للحاجتين. أول حاجة ودين الأغلبية العظمى هو أن أنا بكيدك، طلقني أنا، تسيبني، مش عارف ايه. والنقطة التانية عشان انت كنت مش كويس معايا، فانا مش عايزاك تكون مش كويس مع الولاد كمان، فانا ببعدهم عنك خالص عشان انت ما تأذيهمش. وده برضه مش صح. ليه؟ لان مهما كان الولد حتى لو ابوه مش حلو اطلاقا بيحتاج حنان الاب وسنده. بالظبط. يعني ولو انت احتجت حاجه هتلاقي ابوك وسند الاب، يعني حتى مهما لو كانت الاب وحش. الام يعني دي بنوجهها برضه يا رندا للامهات اللي هي بتقول هو والله راجل مش كويس، ما بيصرفش، ما بيجيبش، ماشي، ما بيعملش. برضه الولد بيحتاج حنان الاب نظرا لان هو لسه طفل، فبيشوف مثلا ده مع ابوه وكل واحد مع ابوه. انا فين ابويا؟ حتى لو وحش وريهولي. صح. عايزه اتعامل معاه. تفتكر في الحاله اللي زي دي لو الاب فعلا وحش، الام بتخبي ولادها عشان الاب وحش، تفتكر التعامل بينهم والاحتكاك بينهم في مواقف الحياه يغير من طبيعه الاب ويخليه يبقى اب كويس؟ هو ممكن مع الوقت لو هي بالذكاء العاطفي ده ان هي طيب انا هديك الولاد تشوفهم، ماشي، مع المراعاه بتاعه النقطه دي. لان برضو لازم الولد يتعامل مع ابوه حتى لو هو وحش زي ما اتفقنا. وفي نقطه كمان عايز برضو اضيفها يا رندا. انا دلوقتي انا انفصلت عن زوجتي، ما ينفعش التعامل يا جماعه ما بين المنفصلين يبقوا منهم لبعض. من يعني قصدك ان انا انفصلت دلوقتي عن زوجتي؟ تمام. لو انا عايز اشوف الولاد انا بكلم، مش بكلم زوجتي السابقه. ما ينفعش اكلم اخوها. اكلم ليه ما ينفعش؟ يعني عشان ده بالعكس، في ثقافه بتقول ان لازم يبقى في تعامل بيني وبين ابو ولادي باحترام ونتعامل عشان بينا اولاد. ده دي الحاجه الجميله اللي احنا للاسف نفتقدها. وعشان احنا نفتقدها بعيدا عن المشاكل، عشان ما نخشش في دايره مشاكل، الزوج يتعامل مع اخوها، يتعامل مع باباها، يتعامل مع خالها، يشوف الاولاد عن طريقهم، بحيث ان هم يبعد. احنا انفصلنا عن بعض وما بيناش الا الولاد. فعايزين تفضل العلاقه كويسه، لان غالبا اللي بينفصلوا بيتحولوا لاعداء. للاسف دي بتبقى الثقافه غلط. بالظبط. فهنا بيضطر فعلا يعني الطرفين، مش هنقول بس الراجل، ان هم يشوفوا حد محايد، حد من الاسره. بالزبط. حكيم. وده يعني انت وحظك بقى تلاقي في الاسره دي حد حكيم ولا لا. للاسف كله بياخد صف او موقف ابنه او بنته. يعني بيعادي برضو الزوجه وبتعادي الزوج، فبياخدوا نفس يعني بياخدوا اتجاه ولادهم. فدي بتبقى مشكله. انا شايفه ان انا احاول انا اكبر مخي واتعامل مع ابو ولادي والله هي لو الزوجة حكيمة تعمل اللي انت بتقولي ده يا رندا. تعمل ان انا احاول على قد ما اقدر، ماشي، والولادة هو تشوفهم رغم انك مش احسن حاجة. تمام. بس برضه هم محتاجين حنان الاب. هي لازم تبقى فاهمة النقطة دي. هي مش شطارة ان انا ابعدهم عن على ابوهم. على فكرة هو الاهم كمان من الحنان، يمكن الام تقدر تعوضه. حنان الام بيبقى اعلى شوية، الام بتعرف تعبر اكتر من الاب. سند الاب. بالظبط. يعني سند الاب حتى معنويا، غير ماديا برضه. هنخلينا عمليين ان سند الاب المادي لما يكون الابناء بيختلطوا وبيطلبوا طلباتهم دايركت او مباشر من الاب، هو بيديهم عشان عارف ده احتياجهم بجد. طب اقول لك على حاجه غير الام. طب اقول لك على حاجه. لو بخيل وفي كل العبر وانسان لا يعاشر وجوده كونه حي على وش الدنيا،
تمام، الابن محتاج ان وجوده بس مش اكتر. حلوه الاجابه بتاعت السؤال ده، لان كتير من الامهات بتمنع ولادها عن ابهاتهم بحجه ان هو بخيل، ما بي والله ما بيصرف، والله ما بيبعت، بتجيلي كتير. فانا برضو بقول نفس اجابتك، ان هو خليه قريب من باباه، هو مع الوقت هيحنن قلبه، هيبقى عارف احتياجاته بجد، هيشوف المواقف اللي معاه. وبعد كده الولد هيكبر، كده كده هيكبر، مش حد بيفضل زي ما هو، هيعرف يقرر ويفهم شخصية أبوه، يا إما يقرب منه أو يبعد عنه. طب يا أحمد، إحنا نزلنا الشارع وسألنا الناس عن رأيهم في عناد المطلقين، خلينا نشوف قالوا إيه ونرجع تاني. يلا بينا. يلا بينا نشوف قالوا إيه. الست في فترة الحضانة من حقها هي اللي تختار كل حاجة لأولادها؟ بالتأكيد، بعد ما تحط الخطوط العريضة مع أبوه بالاتفاق، لكن التفاصيل بتاعت الام، لان هي اكتر حد في الدنيا ممكن تحس باولادها واحتياجات ولادها. لا طبعا، لازم يبقى في مشاركه بين الزوجه والزوج، لازم يبقى في مشاركه بين الاثنين. ما هو الست ولا هي تربي الاولاد تحت سيطرتها بس، ولا الزوج يربي الاولاد تحت سيطرته بس، لازم ان يبقى في قبول بين الاثنين، وفي نفس الوقت يربوا الاولاد على الخليق ويعني الخلق والتربيه الحسنه، وازاي نعلمهم وازاي نربيهم. ليه الزوجين بعد الطلاق بيخفوا اولادهم من بعض؟ مو عشان منع المشاكل والحاجات دي، عشان الاطفال ما ينفعش يحضروا المشاكل والحاجات دي، لان هم لو تعرضوا للاطفال اللي هم يظهروهم نفسيه الاطفال هتتعب، مش هتبقى كويسه. لانهم بيقعدوا عنيدوا في بعض، اللي هو لا انا انت هتاخديه، لا انا هاخده، فاللي هم الاثنين مش بيدخلوا البيبي في الموضوع، في مشاكلهم الشخصيه. ده الانتقام، او هم علاقتهم من الاول مع بعض مش كويسه، او بسبب مشاكل، يعني بسبب حاجات كتير مش حاجه واحده. تمام، بس كده. بس برضه هم الاثنين المفروض يبصوا لمصلحه ولادهم مش مصلحتهم الشخصيه. زي ما شفنا دلوقتي ان موضوع العناد بين الطرفين بقى فعلا كل الناس بتتكلم عنه، بقى ظاهره يعني في المجتمع بتاعنا. خلينا نتكلم عن طريقة مقترحة ان نعالج بيها فكرة الرؤية بعد الطلاق. الأب ممكن يسكن في بيت قريب من بيت طليقته عشان يبقى رؤيته لأولاده أسهل، تفتكر ده حل ان الأبهات تعمله؟ أجاوب أه ولا لأ؟ يعني هتقولي لأ شكلك. أكيد طبعا، أكيد طبعا. أكيد لأ؟ طبعا. بجد ليه؟ لأن مش كل الأبهات بالطريقة اللي احنا اتكلمنا بيها دي عندهم نفس الثقافة بتاعة الاحترام للزوجة. أنت بتتكلم إن قربه من الزوجة هيخليه يعمل مشاكل أكتر. برافو عليك. تصدق برضو زاوية مهمة فعلا. ما ينفعش في أبهات ما بتعرفش تقبل فكرة إن دي ما بقتش خلاص مراتي، إن أنا لازم أتحكم فيها. أقل حاجة مثلا أنا لازم أتحكم فيها وأتحكم في حياتها، وأي حاجة أخدها بعصبية، فطبعا ده هيزود مشاكلهم قدام طبعا ولادهم. من الأخطاء اللي بتتعمل يا رندا وبشوفها كتير، إن هو يكون انفصل عن زوجته وبيكلمها في التليفون، العيلة اتأخرت كده ليه؟ تقول له أنت بتزعق لي ليه؟ طب ما بالك بقى اللي بيقول لها أنت نفسك اتأخرتي كده ليه؟ فما ينفعش إحنا انفصلنا عن بعض خلاص، مالكش إنك تزعق لها أو تعلي صوتك عليها، هي أصبحت دلوقتي مش زوجتك. عشان تزعق لها وتقول لها العيلة اتأخرت ليه؟ أنت ملبسة العيال كده ليه؟ ما ينفعش. فتروح تسكن جنبها. في حجة بيقولها الأبهات في الفترة دي، في اللقطة دي، إن أنا هفضل أحافظ على الكيان ده عشان خاطر ولادي. فطبعا هو بيحافظ على الكيان ده بالخناق وبالزعيق زي ما أنت قلت، لأن هو مش حقه. بالظبط. مش حقه. فبالتالي الموضوع بياخد معاه شكل المشاكل. الاطفال هنا او الولاد هنا بيكون رد فعلهم ايه من الاحتكاك مع الاب والام ده على طول؟ طبعا بيأثر عليهم سلبيا جامد قوي. لما انا اشوف بابا انفصل عن ماما وبيزعقوا لبعض وبيتكلموا مع بعض، واسمع ماما بتزعق لبابا في التليفون، ما ينفعش. وانا هروح اقابل بابا دلوقتي بعد ما اتخانق مع ماما، ايه يا ابني، يا امك بتاخرك كده ليه؟ ايه اللي هي ملبسه لك ده؟ ما هيش عارفه تلبسك لبس كويس. وانا كطفل اسمع الكلام ده، ما انا اكيد هتاثر نفسيا، ان انتوا لسه ما بينكم مشاكل. طب ده هياثر على الطفل نفسيا في احترامه لامه نفسها؟ طبعا طبعا. هيبطل لا. يحترمها ويشوفها كيان. طب اقول لك على حاجه، حد بيتزعق له، هو مش هيحترم الاثنين. الاثنين حلوه.
حلو الكلمه دي على فكره بالظبط. وهي الناحيه الثانيه قال لك ايه، هي معلومه مهمه، لان لو نوع لو ابهات بيحاولوا يعملوا ده عشان يحاولوا يهز صوره الام ويكسب الولد، او العكس لو الام بتعمل كده عشان تحاول تهز صوره الاب، انت هتهز صورتين. طب اقول لك على حاجه بتحصل برضو بشكل يومي، امهات بتجتهد ان هي تخلي الولد يكره ابوه. طب اقول لك على حاجه، هو بيكرهك انت اصلا قبل ما يكره ابوه. ليه بقى؟ اديهم تحليل بقى ليه بيكرهها اكتر ما بيكره والاب بابا. اللي بيقعد لما يقابل ابنه يقعد يكرهه في امه ويقعد يقول له هي اللي خربت البيت منها لله. كلمه هي اللي خربت البيت ماشي، خد بالك كتير. احترامك انت ماشي بيقل في نظر الولد. اللي بيبتدي اصلا يبادر بان هو يقلل من شان الطرف الاخر هو اول شخص اصلا بيقل احترامه بالنسبه لابنه. اوكي ليه بقى؟ ليه الابن ما بيحترموش؟ الاطفال اذكياء جدا مش زينا احنا يعني ككبار. تفتكر ان هو هيلقط ان في كده؟ طبعا لان طب هقول لك على حاجه، انت كأم دلوقتي عماله تكرهيني في بابا، بروح اتعامل مع بابا الاقيه جميل قوي وحلو قوي بيعاملني معامله كويسه جدا. ممكن ما يكونش جميل واصلا يبقى جميل قدام ولاده مثلا. بالظبط، ودي وجهه نظرك كأم ماشي، لكن انا ابن وده والدي فاكيد لما والدي يشوفني عاملني احسن معامله فانت بتكرهيني في حد انا شايفه كويس. لا انت اللي مش كويسه يا ماما، انك متجنيه عليه. وانت نفس القصه اب هتطلع انت متجنيه على الست، مش حلو ان احنا نستعمل. فهي مش شطاره ومش ذكاء ان انا اكره الولد في ابوه او اكره الام في عيالها، ما ينفعش. طب الست اللي بتقعد تقول معلومات غلط زي ما انت قلت دلوقتي عن الاب بتاثر في حياه الابن ده لما يجي يفكر يرتبط بايه؟ اول حاجه بيدور على حلقات هي مش موجوده اصلا في الطرف اللي قدام بسبب اللي هي الام زرعته فيه من صغرها. فانا لما هاجي ادور هدور على واحده ما فيهاش نفس اللي انا شفته في امي لا تقعد تكرهني في ابويا. فانا هقعد ادور على واحده وده مش موجود في العلاقات. انت بوظتي اساسا باللي انت بتعمليه ده. عنده خوف مبالغ خلل في الولد لما يجي يختار. فمش هيعرف يختار وهيدور على حاجه يا رندا هي مش موجوده فعلاً. ومش هتبان اساسا في الاختيار. وهياخد كل حاجه بتعملها البنت في فتره الارتباط هيفسرها على طريقته ان هي قصدها ان هي تشوهه او ان هي بالظبط. وهيبقى شخص خنيق جدا حتى لو هو خاطبها هيخنقها. وحتى لو حصل واتجوزها يعني لا، الموضوع هيبقى فيه خلل قوي. دي حقيقه. طيب الشريكين اللي كان بينهم حب ايوه وجوزوا بقى عن حب ومختارين بعض وتفاهم وبتاع، معقوله يجوا في لحظه يبقوا اعداء ويخبوا ولادهم عن بعض؟ ولا ده بيجي من جواز التقليدي والصالح؟ مش عارفه النظره العميقه وراها مفاجاه دي ولا ايه؟ اسئلتك هتخليني اقول كلام؟ قول عادي ما يهمكش، انت جريء قول. بص اللي بيحبوا بعض بجد حتى لو انفصلوا ما بيتحولوش لاعداء. ايه ده؟ ايه المفاجات الجميله دي؟ يعني الجواز عن حب بيفرق؟ طبعا الحب الحقيقي وده احنا اتكلمنا فيه في حلقات قبل كده. قلت لك قبل كده يا رندا في احد الحلقات السابقه الحب الحقيقي بيبقى واخدك باكج زي ما انت بعيوبك وبمميزاتك وبتقبل عيوبك. بس لو اختلفوا حصل لا قدر الله باحترام قصدك. برافو عليك، عشان كان بينهم حب. بالظبط، عشان كان في حب. انا كنت بحب البني ادم ده بس خلاص احنا مش عارفين نعيش مع بعض، بنمشي باحترام. وده اللي ربنا قاله، فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان. عارفه يعني ايه باحسان يا رندا؟ يعني احسان ده يعني احسن معامله. بننفصل. انا في ناس اعرفها هما كانوا بيحبوا بعض واتجوزوا وانفصلوا والله بيقعدوا مع بعض وبيجيبوا الاولاد كلهم يتقابلوا لدرجه ان احنا بنظن ان هما رجعوا. لا انا شفت حلقه يعني متطوره اكتر، ان الطرفين اتجوزوا وبيقعدوا هما يعني هو بمراته وهي بجوزها والولاد قاعدين مع بعض واسره جديده. يعني انا شفت حاله من يعني من الرقي في التعامل للمستوى ده. بالظبط والله خلصت الحلقه دي اللي انت هتزرعيه من خير والله لا يلف ويرجع لك تاني. هتحصدي وممكن يعني هي دين تدين، ممكن تجوزي ابنك ويخلف ومراته تمنع ولاد يعني تمنعه ان هو يشوف ولاده وانت ما تشوفيش احفادك. هي بتبقى دايره في الاخر وهي بتبقى داينته وهترجع عليك انت في الاخر. لما تبصي في يوم من الايام تلاقي عيالك مش حواليك وانت كبرتي هتعملي ايه؟ صعبه. هتقولي يا ريتني ويا ريت الزمن يرجع بيا اربيهم تربيه كويسه. بالظبط. طب احنا وصلنا لاخر فقره اللعبة. لاخر الفقره بتاعتنا انت حافظه الفقره محببه الى قلبي. اللعبه انا هقول لك جمله وانت هتكملها بكلمه. ايوه. الطفل ما بيكتئبش لو والده محترم. الست بتخبي ولادها عشان تكيد زوجها. الراجل اللي بيخبي ولاده هو اللي بيدمر نفسيته. مرات الأب بتتعامل مع أطفال جوزها بطريقة النهار أبيض. نقول محترم عشان يعملوا الموضوع ده.
العناد بعد الطلاق بيسبب تشوهات نفسية عند الطرفين. الست والولد مظبوط. فبالتالي هينطبق على الأولاد. احنا كده خلاص ختمنا فقرتنا، وصلنا لاخر حاجه، وقلنا كل حاجه ممكن تتقال في العناد بعد الطلاق. والله حلقه جميله قوي. حلقه جميله، ويا رب الناس تسمع الكلام اللي انت قلته ويستفيدوا منه ويبطلوا يعملوا كده. ونورتني يا احمد، ربنا يخليك. ان شاء الله نتقابل تاني قريب باذن الله. شكرا. يا رب تكونوا استفدتوا معانا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. والحياه انت وهي.